أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد 25 أكتوبر في نشرتها اليومية الخاصة بكوفيد-19 عن تسجيل 3020 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ببلادنا 197481. وبخصوص الحالات المستبعدة فقد تم تسجيل اليوم 18348 ليبلغ العدد الإجمالي للحالات 3,136. وبخصوص الوفيات فقد بلغ العدد اليوم 46 حالة وفاة ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المتوفية 3,301. وبلغ عدد المتعافون الجدد اليوم 2823 حالة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للحالات المتعافية 163,195. وبالنسبة للحالات النشطة فقد تم تسجيل اليوم 30,985. وبخصوص التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة والوفيات حسب الجهات فهو كما يلي: بالنسبة لجهة الدار بيضاء أسطات فقد تم تسجيل اليوم 1090 حالة جديدة وسبع حالات وفاة. الدار البيضاء 690 حالة جديدة وست حالات وفاة. المحمدية 103 حالة جديدة. سطات 82 حالة جديدة. نواصر 65 حالة جديدة. جليدة 53 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة. برشيد 37 حالة جديدة. بن سليمان 33 حالة جديدة. مديونة 20 حالة جديدة. سيدي بن نور 7 حالات جديدة. بالنسبة لجهة الرباط سنة القنيطرة فقد تم تسجيل اليوم 726 حالة جديدة وعشر حالات وفاة. صخيرة تميرة 170 حالة جديدة وحالتي وفاة. سلا 163 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة. القنيطرة 151 حالة جديدة وثلاث حالات وفاة. الرباط 80 حالة جديدة وحالتي وفاة. سيدي سليمان 73 حالة جديدة. خميسات 45 حالة جديدة وحالتي وفاة. سيدي قاسم 44 حالة جديدة. وبخصوص جهة الشرق فقد تم تسجيل اليوم 270 حالة جديدة وسبع حالات وفاة. وجدة أنقاد 125، جرادة 44، ناظور 35، تاورير 30، دقرسيف 18 وخمس حالات وفاة، بركان 17 وحالتي وفاة، فيقيق حالة جديدة واحدة. بالنسبة لجهة سوس ماسة فقد تم تسجيل اليوم 227 حالة جديدة وحالتي وفاة. أكادير إدا وتنام 108 حالة جديدة. إنزكن أي تملون 61 وحالة وفاة واحدة. تارودان 38 وحالة وفاة واحدة. تيزنيت 15، شوكا أي تباها 5. بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة فقد تم تسجيل اليوم 216 حالة جديدة وثلاث حالات وفاة. تطوان 80 حالة جديدة. طنجة أصيلة 46 حالة جديدة. المضيق الفنادق 33 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة. وزان 20 وحالة وفاة واحدة. الحسيمة 18 وحالة وفاة واحدة. العرائش 18. فشاون حالة جديدة واحدة. بالنسبة لجهاز بني ملال خنيفرة فقد تم تسجيل اليوم 106 حالة جديدة وخمس حالات وفاة. الفقيه بن صالح 34 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة. أزيلا 30 حالة جديدة. بني ملال 21 حالة جديدة وثلاث حالات وفاة. خريبكا 18 حالة جديدة. خنيفرة ثلاث حالات جديدة وحالة وفاة واحدة. بالنسبة لجهة درعا تافيلات فقد تم تسجيل اليوم 105 حالة جديدة وثلاث حالات وفاة. الرشيدية 37 وحالة وفاة واحدة. سنغير 33 وحالة وفاة واحدة. وزازات 19. ميدل 14. زاكورة حالتين وحالة وفاة واحدة. بالنسبة لجهة العيون الساقية الحمراء فقد تم تسجيل 54 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة. 45 حالة جديدة بالعيون. 9 حالات جديدة بالسمارة وحالة وفاة واحدة. جهة قلميم وادنون سجلت 35 حالة جديدة ولم تسجل أي حالة وفاة. طنطان 14، سيدي إفني 10، قلميم 7 حالات، السزاق 4 حالات. بالنسبة لجهة فاس مكناس فقد سجلت 33 حالة جديدة وأربع حالات وفاة. فاس 13 حالة جديدة، مكناس 12 حالة جديدة وحالتي وفاة. صفر وست حالات جديدة. تازة حالتين جديدتين وحالتي وفاة. بالنسبة لجهاز الداخل وادي الذهب فقد سجلت 10 حالات جديدة بوادي الذهب ولم تسجل أي حالة وفاة بهذه الجهة. هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.